السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم بقلي جونيور داتا ساينس ماشين ريسيرش انجينير. بإذن الله تعالى في الفيديو ده أول فيديو في الكورس الخاص بالباندز. الباندز تول مهمة جدا لو أنت بتخش كومبيتيشن في المشين ليرنينج على كاجل أو شغال داتا أناليسيس، فأنت لازم تبقى عارف أو عندك نولج قوية جدا من الباندز. فبإذن الله تعالى الفيديو ده انترودكشن وأوفر فيو عامة على الباندز، والفيديوهات اللي جاية الفيديوهات اللي جاية هتبقى أدفانسد شوية في اللايبرري الخاصة بالداتا مانيبيوليشن اللي هي الباندز. ايه اللي هتعلمه في الكورس ده عامة؟ هتعلم all about pandas the most popular Python library for data analysis. في نفس الوقت برضو انا هسيب تاسكات معينة مفروض تعملها، هسيب لك الداتا اللي انت مفروض تعمل عليها التاسك المعينة في الديسكريبشن بتاع كل فيديو، فبحيث ان انت بتخلص الكورس ده يبقى انت برضو اشتغلت عملي في التاسكات اللي انا بديها لك. اخر كل فيديو هتلاقي برضو الداتا اللي انت محتاج عليها عشان تشتغل عليها التاسك، هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن بإذن الله. برضو الكورس ده هيبقى متوفر في على يوديمي وبرضو في اليوتيوب، فالتاسك دي هتبقى موجودة على يوديمي، وهسيب لك برضو الداتا اللي انت المفروض تشتغل عليها في الديسكريبشن بتاع الفيديو لو انت بتسمع الكورس ده على اليوتيوب. بعد كده في حاجة مهمة نسيت اقولها، ازاي يعني نظام الكورس هيبقى ازاي او الشرح هيبقى ازاي. انا هشرح من السلايد كل اللي انا محتاجه في العملي، وبعد كده بعد ما نخلص شرح السلايد بحيث تبقى معاك ماتيريال تذاكر منها بعد ما تخلص الفيديو سواء تسمعه على يوديمي او يوتيوب، بحيث معاك ماتيريال تقرا السلايد. واخر الفيديو هطبق كل اللي قلته باذن الله على جوبيتر نوت بوك، وهقول لك ازاي تعمل انستول لجوبيتر نوت بوك. فاول حاجه عشان استخدم اللاير اللي هي باندز هعمل امبورت باندز اس بي دي، ده سطر كود هنشوفه مع بعض لما نشتغل عملي ده، بحيث اعمل انا دلوقتي عملت امبورت اللايبر اللي اسمها باندز واز بي دي، يعني انا هستخدم اللايبر دي بدل ما اكتب باندز لا هكتب بي دي بس في كل الكرييشن اللي انا هعمله. بعد كده فور كرييتنج داتا، لو انت عايز تكريت داتا يعني انت الداتا بتاعتك اوريدي مش معموله وانت عايز انت اللي تكريت الداتا دي، فمتوفر في الباندز تو كور اوبجكت. اول اوبجكت اللي هو داتا فريم، ده هو كومن نيوز يعني اكتر حاجه بتستخدم، وحتى الداتا اللي انت بتقراها بتبقى عباره عن داتا فريم. السيريس عباره عن كولم، جاست كولم اوف داتا، وهنشوف ايه الداتا فريم وايه السيريس بالتفصيل. داتا فريم از تيبل ات كونتينز ان اري اوف انديفيدوال انتريز، ممكن تعتبر فعلا داتا فريم عباره عن اري موجود فيه كولمز ورو. كل سيل من دول بيعبر عن داتا مختلفة، ونشوف ازاي هنعمل مثلا عايز اكسس داتا معينة في السيل مثلا في الرو التالت في كولوم اتنين، فازاي هنشوف الكلام ده، هنشوف الكلام ده في الفيديو الجاي وبالتفصيل، وان شاء الله هنشوف حاجات تانية كمان ادفانسد في البندس. بعد كده ده اكزامبل مثلا لو انا هكريت الداتا بتاعتي، مش يعني الداتا بتاعتي مش انا اللي عامل لها كرييشن، فانا عشان اعمل لها كرييشن زي ما قلنا هنستخدم حرف البي دي اللي هو امبورت باندز اس بي دي، فانا اي كرييشن هعمله هستخدم حرف البي دي عشان اكريت داتا فريم، فاعمل بي دي دوت داتا فريم و براكتس. وبعد كده لو انت فاميليار في السنتكس بتاع البايثون، فالسنتكس ده بالظبط زي الديكشنري، لو انت كريت ديكشنري قبل كده في البايثون فذا سيم بالظبط، انت بتكريت الكي بتاعك اللي هو بيبقى الاسم بتاع الكولوم اللي هو يس مثلا، وبعد كده ال 50 وال 21 عباره عن الفاليوز اللي انت بتحطها للكي اللي هو يس او اسم الكولوم، وبكده يبقى انت كريت كولوم الاسم بتاعه يس والفاليوز اللي فيه اللي هي 50 21، وبرده كريت كولوم تاني اللي هو نو مثلا والفاليوز اللي فيه اللي هي 131 و2، ولو عايز تكرر كولوم تالت وهكذا فهتعمل كوما وتكرر برضو تحط الكي اللي انت عايزه اي اسم انت عايزه وتحط الفاليوز. بعد كده نشوف ده الاوتبوت بتاع الداتا اللي كررتها، فهتلاقي كررت تو كولومز، اول كولومز اللي هو يس فيه الفاليوز اللي هي 50 و21، تاني كولومز اللي هو نو وفيه الفاليوز اللي هي 131 و2. برضو زي ما قلت لك تقدر تزود فاليوز تانية في وتحط كولومز تانية قصدي، وتحط برضو values اللي انت عايزها، ده لو انت هتكريت الداتا انت اللي هتكريت الداتا.
طبعا في معظم الوقت انت بتقرا الداتا مش بتكريت الداتا، الداتا بتبقى اوريدي موجوده فانت بتحتاج تقراها، فهنشوف برضو ازاي هنقرا الداتا. بعد كده بيقول لك ان في الاكزامبل اللي احنا شفناه بيقول لك ذا زيرو نو انتري هاز فاليو 131 واليس هاز فاليو اوف 50 اند سو. بعد كده بيقول لك حاجه مهمه ان الداتا فريمز نوت ليميتد تو انتجرز، يعني احنا الفاليوز اللي كنا حاطينها اللي هي زي ما انت شايف عباره عن انتجرز، فبيقول لك لا برضو ينفع تحط سترينجز، يعني بدل ما تحط مثلا الرقم ده ممكن تحط مثلا سترينج. بالظبط في المثال التاني، في المثال التاني زي ما انت شايف كريت كولم او كي اسمه بوب، وبعد كده الفاليوز بتاعته عبارة عن two values، أول value اللي هي I liked it، وال value التانية اللي it was awful. وبرضه في column تاني so و pretty good و bland. طبعا تقدر تكريت أكتر من columns بنفس الطريقة اللي انت اللي احنا شفناها مع بعض. بعد كده بقول لك the list of row labels used in data frame is known as index. حاجة مهمة لو أنا عايز أغير مثلا الإندكس اللي هو الزيرو والواحد اللي هو ظاهر هنا، عايز أسميه اسم معين، أنا مش عايز يعني مش عايز وأنا بعمل برنت للداتا فريم اللي أنا كريتها والداتا اللي أنا كريتها، مش عايز الإندكس يبقى انتجرز، مثلا عايزه سترينج، فبرضه ينفع أغير فيها أقول مثلا الإندكس زيرو هيبقى برودكت A وإندكس واحد هيبقى برودكت B لو أنا بادئ من زيرو إندكس، وفي الأوتبوت هيبقى بالمنظر ده. نفس الجدولز بالظبط، نفس الجدول بالظبط اللي احنا عرضناه في السلايد اللي فات، بس بدل الزيرو كتب او حط برودكت ايه زي ما انا قلت له، وبدل واحد حط برودكت بي برضو على حسب الفاليو اللي انا حطيتها في الاندكس. وخلي بالك من السينتاكس، السينتاكس انت بتحط الحاجات دي جوه ليست، فخلي بالك من السينتاكس. دلوقتي بقى احنا شرحنا ايه داتا فريم وازاي كاري داتا فريم، دلوقتي تعالى نشوف الاوبجكت التاني في البانداز اللي هو السيريس. السيريس زي ما قلت لك هو عباره عن جاست وان كولم، يعني تقدر تقول لو انا بس خدت البوب الكولم اللي هو بوب اي لاك ات ات واز اوفل، ده عباره عن سيريس لو انا خدته لوحده كده. فتعالى نشوف ازاي نكاري سيريس. بيقول لك داتا فريم از ا تيبل، سيريس از ا ليست، يعني هو جاست ا ليست مش تيبل، وممكن زي ما قلنا برضه في الداتا فريم ممكن نعتبرها اري. فانا لو جيت كريت سيريس السندكس بتاعها بالمنظر ده بي دي دوت سيريس، واديته الليست مثلا بارقام معينه، طبعا مش يعني مش لازم انتجرز، ممكن احط عادي سترينجز، فزي ما انت شايف كريت لي الانتجرز اللي انا حطيتهم. والكولمز ده عباره عن الاندكس زي ما احنا شفنا من السلايد اللي فات، ان برضو في اندكس ممكن اغير الاسم بتاع الاندكس ده، فبرضو ينفع اغيره في السيريس. بعد كده بقول لك سيريس از ان سينس ا سنجل كولم اوف داتا فريم، سو يو كان اساين كولم فاليوز تو ذا سيريس ذا سيم واي از بيفور. زي ما قلنا برضو لو انا عايز اغير الاندكس بدل ما هو انتجرز، انا عايز مثلا اخليه الاندكس مثلا از يو لايك يعني براحتك، فمثلا اول اندكس بدل 0 اخليه 2015 سيلز، الواحد اندكس 1 اخليه 2016 سيلز، واندكس 2 اخليه 2017 سيلز، اند سو اون، يعني براحتك ممكن تزود لو انت داتا عندك اكتر من 3 فاليوز تقدر برضو تغير في الاندكس بتاعهم براحتك. في نفس الوقت انت في السيريس ما عندكش الابيليتي ان انت تسمي الكولم بتاعك، فانت في حاجه اسمها نيم في السيريس بحيث انت تسمي الكولم ده اسمه مثلا برودكت ايه. فزي ما انت شايف طبع الفاليوز اللي انا حطيتها في سيريس اللي هي الليست اللي هي 30 و35 و40 ينفع تبقى سترنج عادي، بس انا حطيتهم هنا انتجرز فاليوز، وغير الاندكس بدل اللي هي زي 0 و1 و2 خلاهم 2015 سيلز و2016 و2017. والحاجه المهمه او خلي بالك منها ان انت تقدر تغير النيم بتاع الكولم بتاعك، دي موجوده في السيريس بحيث ان انت هو جاست وان كولم، فانت بتسمي النيم اللي انت عايزه من خلال السنتكس الموجود ده اللي هو نيم يساوي وتدي لي النيم اللي انت عايزه. دلوقتي تعال نشوف لو انا عايز اقرا داتا، وده كومن ان يوز، يعني هو ده اللي انت هتستخدمه في التاسك اللي هديلك باذن الله. فازاي اقرا الداتا
داتا موجودة وعايز اقراها. في الاول تعال نشوف الداتا بتخزن ازاي او متخزنة ايه الفورمات بتاعها. في معظم الحالات الداتا بتبقى عبارة عن CSV file اختصارا ل comma separated values. الداتا بتبقى يعني موجودة في شيت معين وبتبقى separated by comma. دي حاجة مهمة انت تبقى عارفها لو انت مثلا يعني انت لو انت بتحضر في ماستر او في حاجة معينة فلازم تبقى عارف الداتا separated by comma by new line. ففي كذا separated في كذا separated option ان انت تعمل separate بيها للداتا. بس مهم تعرفه ان انت CSV file ده معظم الداتا بتتخزن بالفورمات ده. لو عايز اقرا مثلا داتا معينه فانا بحط الباص بتاعي ده عباره عن الباص الموجود في الداتا وبكتب السطر ده اللي هو مثلا bd.read underscore csv وبراكتس وتكتب الباص بتاعك. الكلام ده هنشوفه دلوقتي مع بعض. كل اللي احنا شرحناه ده هنشوفه مع بعض دلوقتي براكتيكال على الجوبيتر نوت بوك. دلوقتي مثلا لو انا عايز اشوف الكولومز او ايه اللي موجود في الداتا بتاعتي فمثلا انا سميت او خزنت الداتا بتاعتي في variable اسمه wine reviews. فعشان اشوف الكولومز الموجوده ففي في function او في attributes للبانداز اسمه dot head. فانت بتكتب اسم ال variable اللي انت حطيت فيه الداتا بتاعتك و dot head هيظهر لك الداتا بتاعتك بالمنظر ده. زي ما انت شايف هتلاقي ان الداتا كلها ظهرت، بس هو هتلاقيه كريت كولومز وخلاه الاندكس كولوم اللي هو unnamed و0 و0 و1 و2 و3 ده مش موجود في الداتا، ده هو كريته بحيث يبقى ده الاندكس كولوم. لو انت عايز الاندكس كولوم يبقى حاجه من الداتا دي يعني بناء على الداتا بتاعتك. فبرضه في طريقه ان انت مثلا تقرا الداتا وبعد ما تقرا ده السطر بتاع قراءه الداتا اللي هو بي ريد اندرسكور CSV وبعد كده بديله الباص بتاعي كامل كوما اندكس كولوم اللي هو زيرو. اندكس كولوم زيرو يعني انا خلاص ده هعمل يعني هلغيه وهيبقى الاندكس بتاع كولوم اللي هو الكونتري بدل من الكونتري اللي هو الكولوم زيرو ان هو شغال زيرو اندكس هنا زيرو واحد اتنين اند سو اون. فدي برضو حاجة مهمة اللي انت تعرفها ان هو ممكن يعمل لك كريشن لكولوم انت مش بغنى عنه. فعشان تتخلص من حاجه زي دي تعمل اندكس كولوم يساوي 0 او براحتك ممكن مثلا عايز الاندكس كولوم يبقى الديسكريبشن تخليه 1 وهكذا. فلو تبت هيبقى بالمنظر ده هتلاقي الكولوم اللي كان موجود اختفى والاندكس كولوم اللي هو بناء عليه اللي هو هيبقى اول واحد اللي هو الكونتري وبناء عليه يبقى الاندكس اللي هو 0 1 و2 3 و4. دلوقتي تعالى نيجي للجزء العملي. اول حاجه هتحتاج تعملها انستول البايثون. فكل اللي هتعمله تعمل تكتب مثلا انستول بايثون على جوجل. ودوس كليك يمين على داونلود بايثون يفتح لك بيج بالمنظر ده. ممكن تنزل اللي هو لاتس فيرجن اللي هو 3.91 مش مشكلة. انا شغال على اصدار 3.8 فانت ممكن تنزل الاصدار بتاع 3.91 مش مشكلة. بعد ما تنزل بايثون هتحتاج تنزل الاناكوندا. ده بيبقى عليه كل التولز اللي انت محتاجها في الداتا ساينس او الداتا اناليسز. اي كان مهنتك في داتا انجينيرنج فانت محتاج تنزل اناكوندا بحيث تشتغل عليه. فبرضه نفس الحكايه تعمل تكتب داونلود اناكوندا هيظهر معاك بيج اسمها اناكوندا انديفيدوال اديشن تدوس عليها. تعال نبدا من الاول خالص. بعد ما تعمل انستول اناكوندا هيظهر لك بيج بالمنظر ده فتدوس دولز على كونت انستولر يفتح لك بيج بالمنظر ده. بعديها انستول اناكوندا هتلاقي جاب لك اخر بيج اللي هي اناكوندا انستولرز. لو انت ماك او اس هتشتغل طبعا على يعني هتنزل الفيرجن الخاصه بالماك. لو انت لينكس برضه هتشغل الفيرجن الخاصه بلينكس او اليوبنتو او الديبيان. لكن احنا حاليا شغالين على ويندوز فانا انصحك ان انت تنزل الجرافيك انستولر اللي هي 457 ميجا بايت. دي بالنسبه للحاجات اللي انت محتاج تنزلها. تحتاج تنزل بايثون والاناكوندا. دلوقتي تعالى نشوف الحاجات اللي احنا قلناها في السلايد تعالى نطبقها عملي مع بعض.
دلوقتي تعالى نشوف ازاي فتحنا البيج دي اللي هي جوبيتر بانداس كورس فيديو نمبر 1. تعالى نشوف ازاي نفتح جوبيتر نوت بوك فايل. اول حاجه بعد ما انت نزلت الاناكوندا هدوس الستارت بتون اللي عندك في الجهاز لو انت منزل ويندوز وتسيرش على اناكوندا نافيجيتور. فانا بمجرد كتبت اناكوندا فهو متسجل عنده، فهفتح الاناكوندا نافيجيتور هيفتح لي البرنامج بالشكل ده. بعد ما يفتح الاناكوندا نافيجيتور هدوس لانش على جوبيتر نوت بوك، هيفتح لك بيج بالمنظر ده، هتبقى واقفه على السي الخاص بيك. فهنا اللوكيشن اللي انت هتعمل كرييت للفايلز بتاعتك. فانا مثلا هعمل كرييت للفايل اللي احنا شغالين فيه اللي هو بانداس كورس ده، هتلاقيه موجود على الديسكتوب الخاص بيا. فهدور على الفايل اللي هو بانداس كورس فيديو نمبر 1، انا مسميه بالاسم ده، فهلاقيه متعلم بالاخضر، ده معناه ان هو مفتوح عندي في التابس. فهدوس عليه، لو دوست عليه يفتح واحده جديده. فانا هفتح الموجوده عندي. ازاي اغير الاسم بتاع الفايل بتاعي؟ عشان تغير الاسم هتدوس كليك يمين على الباندس كورس وتكتب الاسم اللي انت عايزه. فانا مسميه باندس كورس فيديو نمبر 1، وباذن الله هسيب لك الفايل ده بحيث لو انت عايز ترجع لي. تعال نفتكر ايه اللي استخدمناه في السلايد. قلنا اول حاجه عشان استخدم الباندس لازم اعمل امبورت لللايبرري اللي اسمها باندس. وقلنا اختصارا بدل ما اكتب كل ما اعمل كريت لداتا فريم او سيريس اوبجكت، بدل ما اكتب بانداس دوت داتا فريم او بانداس دوت سيريس فهكتب بي دي بس. فالاس بي دي اختصارا للبانداس، بدل ما اكتب بانداس هكتب بي دي. فهنعمل الكود دلوقتي وهنزاي هنشوف هنزاي هنكري الداتا فريم وداتا سيريس وهنقرا داتا كل ده على جوبيتر نوت بوك دلوقتي. فاول حاجه هعملها دلوقتي، لو انت مش منزل، انا هعتبر ان انت مش منزل بانداس قبل كده، فعشان تنزل البانداس تعمل الامر ده بيت install pandas. فانا ظهر لي مسج قال لي requirement already satisfied. ده معناه ان اللايبرري دي اوريدي نازله عندي موجوده. فانت لو لسه اول مره شغال او فتحت الجوبيتر نوت بوك ونزلت الاناكوندا، فانت محتاج تعمل الامر ده بحيث تنزل pandas على الجهاز بتاعك. بعد كده تعال نعمل قتل البلوك ده دلوقتي. تعالى هسيب لك الامر، يعني انا هسيب لك الامر بحيث لو انت هتنزل الفايل ده هيبقى موجود فيه الامر ده. فهعمل بلوك جديد. تعالى دلوقتي نعمل امبورت للسطر اللي احنا لسه شايفينه مع بعض في السلايد. هتلاقي كل الكودز موجوده في السلايد برضه. هسيب لك الفايل خاص بجوبيتر نوت بوك امبورت بانداس اس بي دي تسهيلا، بدل ما اكتب بانداس في كل كريت للداتا فريم او سيريس. فهدوس عشان ارن، عندك طريقتين عشان ترن بيهم، فاما تدوس البلوك ده رن، فاما تدوس شيفت وانتر. لو انا دوست شيفت وانتر مع بعض هيعمل لي رن. فدلوقتي هو عمل رن. دلوقتي تعالى نعمل كرييت داتا فريم بي دي دوت داتا فريم، وزي ما قلنا هي داتا فريم عباره عن ديكشنري، او يعني بتاخد الانبوتس بتاعها اكنه ديكشنري بالظبط. فهنعمل براكتس الخاصه بالديكشنري. واول حاجه اللي هي الكي او الاسم لكل اللي انت عايزه، مثلا زي ما موجود في السلايد يس. والفاليوز بتاعت الكولمز بتبقى في ليست بالمنظر ده. طبعا تقدر تخليها سترينج وتقدر تخليها انتجرز. فاحنا هنخليها مثلا الاثنين، سترينج وانتجرز. وهنعمل كرييشن تاني لكولم اسمه نو مثلا، وبرضو هخلي فيه انتجرز وسترينجز. تعال نعمل ران البلوك كده. زي ما انت شايف كاريت داتا فريم او داتا يس ونو. اول قيمه فيها اللي هي ال1 وال2 وال3 زي ما موجود في الليست بالظبط. هو هيحط نفس الاوردر بتاع اللي انت حاطه في الليست بتاعتك الفاليوز. تعال لو انا عايز اغير الاندكس، مش عايز اخليها 0 1 و 2 و 3، فاقول له اندكس بتساوي مثلا فيرست، بتبقى جوه ليست خلي بالك، سكند
الاندكس تبقى على عدد الفيرز اللي انت هتظهر، فلازم بالظبط على عدد الفيرز. لو انت عملت اقل او اكتر ممكن يجيب لك ايرور، او احتمال بنسبه كبيره هيجيب لك ايرور. فانت لازم على حسب عدد الفاليوز بتاعتك 1 2 3 4، فهتعمل 4 اندكس بالمنظر ده. فزي ما انت شايف لما جيت رنيت البلوك ده هدوس رن، فاداني عدل الاندكس بفيرست وسكند وثيرد وفورث. تعالى مثلا لو عايز اكريت سيريس اوبجكت، فهعمل بي دي دوت سيريس. زي ما قلنا سيريس عبارة عن ليست، فمثلا 1 2 3 4. تعالى نعمل run البلوك ده، فزي ما انت شايف اداني 1 و 2 و 3 و 4. لو انا عايز برضو اعمل نيم للاندكس فنفس الحكاية برضو، اقول له اندكس ومتنساش بتبقى في ليست مثلا first مثلا second third اي values براحتك على حسب اللي انت عايز تعمل index بيه، يعني اي word براحتك. زي ما انت شايف هتلاقي first second third fourth. زي ما قلنا ده columns، وانا عايز اسمي ال columns ده في series في series، فانا هقول له name بتساوي order، فهسمي الكولمز ده بالنيم اوردر. فهيقول لي النيم اوردر داتا تايب اللي موجوده جواه انتجر 64. وزي ما انت شايف احنا عملنا نيمنج للاندكس بيتفرد وسكند وثيرد وفورث بدل 0 1 2 3. فاضل ريدنج فايلز سي اس في فايل. انا موجود عندي على الديسكتوب داتا اسمها داتا دوت سي اس في، في نفس اللوكيشن بتاع الفايل بتاعي. فعشان اقراها بقول هعمل بي دي دوت ريد سي اس في، واديله الاسم بتاع الفايل لو في نفس اللوكيشن، يعني الفايل ده موجود جنب الفايل بتاع الداتا في نفس اللوكيشن. لكن لو مش موجود في نفس اللوكيشن هتكتب الباص كامل، مثلا هعمل سي والفولدر مثلا اللي جواه مثلا ماشين ليرنينج فولدر، بعد كده اسم الفايل على حسب. يمكن تكتب الباص كامل، او لو الملف الجوبيتر نوت بوك اللي انت بتكتب فيه جنب ملف الداتا فانت بس هتكتب اسم الداتا فقط داتا دوت سي اس في. فزي ما انت شايف دي الداتا الموجوده في الفايل ده. الداتا دي عباره عن تو كولمز، كولمز اسمه questions وكولم تاني اسمه answers. فزي ما انت شايف عرض الداتا كلها. لو انا مثلا برضو يعني هو هنا تقدر انت تعمل مثلا نعمل متغير اسمه داتا وداتا دوت هيد، هيجيب لك اول 5 كولمز او اول 5 روز، او ممكن يجيبهم كلهم لو انت مش محدد. لو فعلا جاب اول 5 روز اللي هو من 0 ل 4، دي برضو اتريبيوتس موجودة لما بتعمل كريشن لفاريابل وتحط فيه الفاليو بتاعت الداتا بتاعتك. وكده انا بقى وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يبقى استفدت بيه. لو انت بتسمع الفيديو على اليوتيوب او يوديمي تقدر هسيب لك الماتيريال، طبعا هتلاقيها موجوده على يوديمي، والماتيريال برضه هتلاقيها في الديسكريبشن بتاع الخاص بالفيديو على اليوتيوب. الكورس بتاع البانداز لسه في مرحله الكرييشن، فلو انت عايز اشرح حاجه معينه في البانداز او ازودها في الليست بتاعتي تقدر تبعت لي على الميل بحيث اضيفها في الليست اللي انا عايز اعملها للكورس بتاع البانداز. زي ما قلت لك الكورس لسه في الكرييشن، فتقدر تبعت لي على طول على الميل. وبرضو حتى لو نزل مثلا على يوديمي وممكن حد بعت لي حاجه فهضيف برضو على كورس الفيديو الجديد، فما تقلقش يعني لو انت بتسمع كورس على يوديمي. هتلاقي فيه لينكس لجوجل فورم لينك، دي الريكومنديشن لو عندك مقترحات معينه لو مثلا عايز نعمل سيريس عن حاجه معينه. وطبعا لو حاجه دي انا يعني فاهمها بنسبه اكتر من بنسبه 95% فاكيد هعمل، يعني مش هتاخر يعني عن علم انا عارفه اعمل عليه سيريس او اعمل عليه بلاي ليست. اخيرا لو انت بتسمع الفيديو على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل بحيث يوصلك كل الفيديوهات الجديده. اتمنى لكم التوفيق جميعا باذن الله تعالى، بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.